تمام يا شباب. So our class today, النهاردة إن شاء الله يعني we'll talk about O-level physics Edexcel أو the IGCSE level for physics board Edexcel. هل حد فيكو هياخد كامبريدج أو حد فيكو محتار ما بين كامبريدج and Edexcel؟ ولا كلكم قرارين؟ يعني كل الموجودين النهاردة مقررين إن أنتوا هتاخدوا Edexcel ولا you're still making up your mind؟ أنا لسه مش متأكدة. أوكي يا سمر، سمر لسه مش متأكدة، في حد تاني؟ وأنا كمان. وشهد كمان. طيب. أوكي، مش عارفة مصطفى بيعمل إيه. طيب. أوكي. الناس اللي لسه مش مقررة إذا عايزين كامبريدج أو إدكسل. So your يعني your school gives you the choice, free choice, تاخدوا اللي انتوا عايزينه. أحمد كمان مش متأكد. أوكي. طيب كل واحد فيكم طيب ممكن unmute yourself وتقولوا لي انتوا ليه محتارين؟ كل الناس تقول إن الساينسز كامبريدج أحسن. Yes. خاصة لو انت مش هتاخد AL physics، خاصة لو مش هتاخد يعني لو هتكتفي بالO level يبقى تاخدي كامبريدج، ده قصدك؟ اوكي that's true they do say this بس يعني that's not actually true بس يعني that's what is being said. تمام يا شهد. طيب مين تاني يا جماعة محتار؟ ما بصوا طالما انتوا دخلتوا يعني عشان تحضروا حصة إدكسل يبقى you're eager to know صح؟ أوكي. عايز تعرف الفرق ما بينهم يا أحمد. تمام. That's what I'll be doing today. إن شاء الله. ده اللي أنا هعمله النهاردة. هوريكو. أعتقد أنتوا كلكو لو كنتوا في year 9 مثلا فأنتوا أخدتوا already الفيزيكس كامبريدج يعني you're already familiar بالspecifications بتاعت كامبريدج طريقة الامتحان الكلام ده صح؟ What's not known to you هو إدكسل. المنهج عامل ازاي الامتحان عامل ازاي مظبوط الناس المحتاره صح يس yes. طيب تعالوا نشوف مبدئيا يعني first of all I've been teaching both boards Edexcel and Cambridge since the school year 2007-2008 وانا نفسي I'm an IGCSE graduate من دار التربيه في الزمالك class 2001 وكل الO levels اللي أنا درستها والA levels وقتها في مصر ما كانش عندنا غير بورد واحد اللي هو كامبريدج فيعني أنا كطالبة أنا تعلمت كل السبجكتس بتاعتي كامبريدج بورد تمام بس as a teacher I've been teaching Edexcel وكامبريدج الاثنين من أول ما اشتغلت في التدريس في IGCSE من أول school year 2007-2008 I assume, يعني الحمد لله بفضل الله, and then I have a good experience both boards. فيعني يعني نقدر نعتبر إن الرأي اللي أنا هقوله رأي طالع من حد عنده خبرة بقاله أكتر من 15 سنة بيدرس التو بوردز. مش بس بكرر كلام لمجرد إن الناس كلها بتقول الكلام ده. يعني I do not do this. فتعالوا بقى نشوف بورد إدكسل بيقول لنا إيه. بيقول حاجات جميلة الحقيقة بس المشكلة انه الناس مش فاهمينه قوي مبدئيا طبعا عشان احنا لو هنتكلم حتى على بورد كامبريدج احنا عندنا من اول 2023 اللي هو السيشن اللي جاي ماي جون ان شاء الله هيكون فيه specifications update صح كده المنهج الجديد من اول ده فور كامبريدج as for Edexcel لا احنا كان عندنا the latest update كان في جون 2019 ومن وقتها ما فيش ابديت تاني وهي دي العاده بتاعت Edexcel يعني when they do an update بيقعد كذا سنه خلاص يعني مثلا 2011 ده كان الابديت اللي قبله 2019 ده most recent فكان فيه في النص like how many years 8 سنين مثلا فرق على بال ما عملوا الابديت ف which is a quite long period ف it gives a stability للسبيسيفيكيشن اللي احنا شغالين بيه وللباست بيبرز للمنهج يعني كل حاجه بصراحه حاسه ان هي حاجه ستيبل لصالح Edexcel تمام
احنا كامبريدج عندنا 2016 كان في ابديت, 2019 كان في ابديت او الاكزامينر اتغير, كمان 2023 كان في يعتبر بيج ابديت اللي هو اللي حاصل دلوقتي. كامبريدج زي ما انتم عارفين عندنا بلوك 1 او يونت 1 the general physics, بعدين الثيرمال فيزيكس, الالكتريسيتي اند ماجنتيزم, الويفز, الراديو اكتيفيتي, والموست ريسنت اللي اتضاف على المنهج هو سبيس فيزيكس يونت 6. اوكي, هل منهج كامبريدج بقى اطول؟ ثيوريتيكلي المفروض ان هو مش اطول, لانه اي او ليفل سبجكت, يعني اي سبجكت ات دي اي جي سي اس اي ليفل, في ريجوليشنز ان هم المفروض يبقوا يعني عندهم عدد ساعات تدريس للمنهج كله, فهو مش معقول هيزود يونت على نفس المنهج القديم بنفس الكونتنت بتاعه, لا هو شال منه حبه حاجات عشان يفضل within the same teaching time للسيلابس كله, فشال جزء من يعني اغلب الاجزاء اللي شالها كانت في الثيرمال فيزيكس اكتشلي, يعني جزء الثيرمومترز, الجاز لوز, يعني حبه حاجات كده هو يعتبر شالها من من اليونتس بتاعه كامبريدج علشان يحط السبيس فيزيكس. خلاص, فكون ان هو بقى اطول يعني ما بقاش اطول قوي, it's still the same more or less. خلاص, طيب Edexcel بقى on the other hand, Edexcel ادي ال 6 يونت, ادي ال 8 يونتس اللي عندنا. Edexcel طول عمره عنده بقى الحركه دي مختلفه شويه غير كامبريدج. انتوا اللي اخذ كامبريدج عارف ان يونت 1 الجنرال فيزيكس از تو لونج, يعني اتس اكستريملي لونج يونت, بياخد وقت طويل جدا في التدريس الجنرال فيزيكس. Edexcel هما يعني متخطين العيب ده لان هما مقسمين اليونت فورسز اند موشن, في حاجات حاطينها في الانرجي, ف يعني مقسمين اليونت لحتت اصغر, فعشان كده عدد اليونتس مدي معانا عدد اكبر. ومن اول 2019 احنا وي اوريدي هاف ذا استروفيزكس يونت, هل ده ضاف في المنهج من اول 2019 as a separate unit؟ yes. بس من اول 2011 احنا كان عندنا تغيير كبير جدا في Edexcel, يعني غيروا حتى الاكزام ستايل, التو بيبرز, الكلام ده كان قبل 2011 عندنا حاجه اسمها بيبر 2H وبيبر 3, دي كانت زي بيبر 6 بتاعت كامبريدج, ودي كانت زي بيبر 4 بتاعت كامبريدج. من اول 2011 الكلام ده ما بقاش موجود في Edexcel. بقى عندنا ايه في Edexcel من اول 2011؟ بقى عندنا paper 1p وpaper 2p, هكلمكم عنهم بعد شوية. فمن اول 2011 هم غيروا الاكزام ستايل وغيروا كمان حاجات في المنهج such that before 2000 او before 2019, يعني كان في 2011 زودوا مثلا درس المومنتم, زودوا درس اسمه الاسترونومي and it was a chapter في unit 1. من أول 2019 شالوا الأسترونومي ده من يونت 1 وخلوه يونت 8. So التغيير اللي حاصل في كامبريدج إن إحنا عندنا يونت 6 Space Physics من أول 2023, التغيير ده already اتعمل في Edexcel من أول 2019. So we have much more questions about astrophysics than Edexcel, than Cambridge. يعني أنا طلابي بتوع كامبريدج اللي هشتغل معاهم السنة دي هحل معاهم اسئله منين؟ from the other boards. هحل معاهم اسئله من اوكسفورد اي كيو اي, هحل معاهم الاسئله من الكلاسيفايد بتاعي بتاع Edexcel. تمام, بلس انه السبيس فيزيكس بتاع كامبريدج في much more content than الاستروفيزيكس بتاع Edexcel. خليني اقول الجمله دي تاني, اليونت اللي هو يونت 6 الجديد في السبيسيفيكيشنز بتاعه كامبريدج بتاع 2023, يونت 6 في كونتنت اكتر واصعب شويه من الكونتنت اللي في الاستروفيزيكس بتاع Edexcel, فيعني دي بوينت في صالح Edexcel خلوها على جنب, وفي بوينتس ثانيه عشان الناس اللي محتاره. تمام يا شباب. طيب باقي اليونتس احنا كده اتكلمنا على يونت 1 فورسز ان موشن ويونت 8 اللي هو الاستروفيزيكس which talks about the space, يعني and it's very interesting. أسئلته يعني غالباً درجاتها مضمونة, it's repetitive بطريقة يعني تزهق الأسئلة بتاعتها, وسهلة جداً جداً. أوكي, وفي درس بحاله في اليونت أصلاً extended, extended ده يعني بيتسأل عنه هنا في 2P,
which makes the unit easier and easier. يعني وانا داخل امتحان 1P ببقى موقع درس كده من يونت الاستروفيزيكس, الدرس ده مش معايا في بيبر 1P, مش هذاكره غير قبل 2P. طيب باقي اليونتس في عندنا انا ترتيب شغلي انا كايمان, يعني بعد ما بخلص يونت 1 ده اول يونت هنبدا بيه مع بعض الكورس ان شاء الله, هناخد يونت 4 energy resources and energy transfers, بعد كده هناخد solids liquids and gases. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هناخد يونت الالكتريسيتي, بعد كده هناخد يونت الماجنتيزم, and then waves, and then radioactivity and particles, and then astrophysics. طيب اليونتس دول شبه ايه في كامبريدج التمانية؟ الناس برضو اللي اخدت في year 9 كامبريدج وعايزين يغيروا, عندنا الالكتريسيتي اللي هو يونت 2 وماجنتيزم اند الكترومغنتيزم, ده زي اليونت اللي هو في كامبريدج حاطينه في يونت واحد مسمينه الكتريسيتي اند ماجنتيزم, ده في ادكسل مقسوم تو يونت. واكتشلي اي بريفير ذس, لان انا حتى ايفن مع الولاد بتوعي بتوع كامبريدج لما باجي اشتغل يونت الالكتريسيتي اند ماجنتيزم هو يونت طويل, فبعمل ايه؟ اشتغل الالكتريسيتي الاول ستاتيك الكتريسيتي اند كرنت الكتريسيتي, بعد كده نحل الكلاسيفايد بتاعه, وبعد كده اشرح الماجنتيزم, وبعدين احل الكلاسيفايد بتاعه. حتى انا نفسي كمدرسه انا اسمى لنفسي اثنين في كامبريدج, هو في ادكسل اوريدي هو لوحده من نفسه يعني اسمه اثنين. تمام. يونت الويفز زي الويفز بتاع كامبريدج, بس طبعا في كونتنت اقل, اتليست يعني الجزء بتاع اللانسز الاوبتكس العدسات كونفكس لانس مش موجود في ادكسل. ذات يعني اي سبوز ذات ذس وود بي جود نيوز فور سم اوف يو, الناس اللي ما بتحبش جزء الاوبتكس في كامبريدج عشان مش بتعرف ترسم الرسومات, which is by the way يعني an easy topic, بس محتاج يعني تكنيك او استراتيجي معينه في الرسومات مش اكتر, والاسئله بتاعته سهله وبتتحل, بس يعني الجزء ده بيضايق بعض الطلاب, هو في ادكسل it's not there, اصلا مش موجود الحته دي في المنهج. اوكي. مثلا عندنا ال forces in motion, في برضو حاجه بتضايقكم الناس اللي اخذت برضو كامبريدج قبل كده, عارفين الفيكتور دايجرام؟ مين عارف السكيل دايجرام او الفيكتور دايجرام او البارالوجرام ميثود عشان نجيب الريزلتنت اوف تو فورسز which are separated by an angle greater than 0 and less than 180. عارفين الطريقه ازاي نجيب الريزلتنت؟ يا اما نعمل تريانجل ميثود يا اما بارالوجرام ميثود ونجيب الدياجونال. مين عارف الطريقه دي؟ مين عارف الجزء ده في فورسز ان موشن او في جنرال فيزيكس كامبريدج؟ محدش. You've never heard about this. ايه شباب نمتوا ولا ايه؟ I love interaction فردوا عليا. ها يا هلا انا مش سامعاكي, هالة او هلا انا مش سامعاكي, ما سمعتش انت قلتي ايه. فاكرة حاجة زي كده؟ فاكرة ولا مش فاكرة؟ قلتي ايه؟ لا مش عارفة أصلا. مش عارفة أصلا؟ طيب أوكي. الجزء ده موجود في كامبريدج مش موجود عندنا في الأو ليفل بتاع إدكسل, which is يعني يعتبر الولاد برضو بيستصعبوا. أوكي. It needs a special technique, لازم تكون متدرب على الأسئلة, يعني جزء extended, فبطبعه هو في كامبريدج يعتبر حتة صعبة. ولما بيجي السؤال ممكن يجي عليه 4 درجات أو كده, ففي ناس بتتوتر من السؤال ده. ده مش موجود مثلاً في إدكسل. أوكي؟ فهنلاقي على طول المنهج كله بتاع إدكسل في الثمانية يونت هنلاقي في حاجات صعبة أو كانت غلسة أو كانت مضايقانا في منهج كامبريدج هنلاقيها مش معانا في إدكسل. فعلى عكس بقى شهد مثلا كانت بتقول لي, هو انا لو مين اللي كان بيقول شهد ولا سمر انا اصلا نسيت, اللي كان بتقول لي لو انا هاخد الاو ليفل بس ومش عايزه اخد الاي ليفل يبقى الاحسن ان اخد كامبريدج. So the question is why, اذا كان في حاجات غلسه في منهج كامبريدج هي اوريدي مش موجوده في المنهج بتاع ادكسل, سو انا ليه عاسف نفسي يعني. على فكرة and this is true for البيولوجي as well برضو والكيمستري as well, ف it's the same يعني. ف
طب يا ميس تصحيح الامتحانات مثلاً أو الأسئلة بتفرق؟ Yes, we will go to this part لأنه this is a big question mark برضو عندكم إنه إدكسل what is being said إنه إدكسل إيه strict قوي في المارك سكيم وتصحيحهم صعب صح؟ Yes. Yes. طيب تعالوا نشوف امتحان إدكسل بيبقى عامل إزاي. إحنا عندنا هنا يعني that's a glance at the specifications. إحنا عندنا امتحان إدكسل هو paper 1P. طبعاً اللي مش عارف امتحانات كامبريدج, امتحانات كامبريدج بتبقى إيه يا شباب؟ paper 2 اللي هو MCQ, paper 4 اللي هو structured questions اللي هي فيها كتابة صح؟ paper 6 اللي هو alternative to practical مظبوط؟ اللي هو experiments يعني. طيب paper 6 that's common between الناس اللي بيدرسوا الO level syllabus الextended syllabus والcore. يعني ايه الcore ده؟ اللي هو الجزء السهل. يعني مثلا انا عندي في specifications بتاعت كامبريدج هتلاقوا ايه, خلوني افتح specifications كامبريدج by the way عشان نشوفها برضو تبقوا فاهمين انا بقول ايه. مثلا هنا ده specifications بتاعت كامبريدج يا شباب اوكي, بتاعت ماي جون اللي جاي ان شاء الله and onwards. يعني لو فتحتوا هتلاقوا انه في عندنا في كامبريدج في كل درس الجزء ده اللي مكتوب هنا تحت الكولمن ده, ده الكور specifications اوكي. يعني زي الناس اللي بيدرسوا combined science تقريبا بياخدوا الكور بس, الناس اللي في year 9 هنا في مصر بتاخد الكور بس اوكي. طب والسبلمنت ده about يعني 20% more than 20% of the syllabus بيبقى الجزء اللي هو السبلمنت او الاكستندد. يعني الناس اللي هيمتحنوا في كامبريدج paper 1 paper 3 paper 6 دول بيمتحنوا الكور بس, زي في مصر هنا الناس اللي بياخدوا year 9 وبيمتحنوا بعد year 9 امتحان الكور بيمتحنوا الامتحانات دي ما بيتسألوش في الجزء ده من المنهج اللي هو الرايت هاند كولوم ده, بتسألوش في الحته دي خالص. الناس اللي بياخدوا الاو ليفل وده المفروض لانه الكور مش مقبول للجامعه, مفيش جامعه هتقبلك وانت دارس الاو ليفل دارس منه جزء الكور بس, مفيش حد بيقبل الكلام ده. امال المفروض تعمل ايه؟ المفروض تمتحن بيبر 2 مالتيبل تشويس, بيبر 4, بيبر 6. ده بالنسبه لكامبريدج. فشايفين بيبر 6 هي كومن ما بين الاثنين, فبيبر 6 هو بيسأل على الجزء الكور, الاكسبيرمنتس كلها بتبقى اول ذا كور بارت اوف ذا سيلابس. طيب بيبر 2 بيبر 4 هيسألني على ايه فيهم في كامبريدج؟ هيسألني على المنهج كله. طب هيركز على ايه؟ هو اكيد هيركز على الجزء الاكستندد. فعشان كده بيبر 2 بيبر 4 يعتبروا بيبرز صعبه نسبيا, نسبيا مقارنه مع مين؟ يعني ام اي كومبيرنج تو ايه؟ اقارن مع ايه؟ بقارن مع ادكسل. لانه انت كامبريدج عندك بيبر 2 4 الاثنين دول انت بتتسال في الاكستندد بارت, بتتسال في 100% من المنهج. انما ادكسل احنا عندنا الامتحان عباره بيبر 1 بي وبيبر 2 بي. طيب بيبر 1 بي كم درجه؟ 110 marks out of what? Out of 180. فبيبر 2 بي هي 70 درجه اوكي. يعني خلينا نقول التلتين والتلت, كانت قبل 2019 دي كانت 120 والثانيه كانت 60, فمور اور لاست اور ليس يعني this is like 2 thirds of the mark والثانيه 1 third. ال 2 thirds of the mark دي بيسالني على ايه؟ بيسالني على الجزء الكور فقط, مش بيسالني على 100% من المنهج. يعني مثلا حاجه زي درس المومنتوم اللي هو يعتبر درس صعب في الفورسز ان موشن او في الجنرال فيزيكس, هو نفس الدرس موجود في كامبريدج وإدكسل, ما بيسألنيش عنه في التو بيبرز, بيسألني بس عنه في بيبر 2P. درس المومنت او التيرنينج افكت كلوك وايز والانتي كلوك وايز مومنت if you are familiar with this, برضه بيسألني عنه في بيبر 2P because it's extended, ما بيسألنيش عنه في بيبر 1P. مثلا درس الترانسفورمر مثلا ده extended, ما بيسألنيش عنه في إدكسل في بيبر 1P, بيسألني عنه في بيبر 2P. طيب بيبر 1P مدتها قد ايه؟ 2 hours 110 درجة, كانت قبل 2019 120 درجة في ال 120 دقيقة في الساعتين, so it's always like 1
minute for one mark. دلوقتي لما هم غيروا نقصوا الدرجات شوية من paper 1P خلوها 110 ولسه سايبينها ساعتين. So انت معاك وقت زيادة شوية في امتحان Edexcel. تمام؟ هتسأل في ايه في البيبر دي؟ هتسأل في الثمانية units في كل حاجة؟ لا، هتتسأل في الجزء الكور بس، يعني الاكستندد بارت اوف ذا سيلابس انت ما حدش هيسألك فيها، اللي هي دروس معينة. يعني هنقول مثلا درس الستاتيك الكتريسيتي، درس المومنت، درس المومنتم، الترانسفورمر، الحاجات دي احنا مش هنذاكرها مثلا واحنا داخلين. درس الكوزمولوجي مثلا في يونت 8، الحاجات دي احنا مش هنذاكرها واحنا داخلين امتحان 1P. تمام يا شباب؟ So it makes it actually يعني easier to be prepared for the test بالنسبة لامتحان Edexcel. بلس حتة ان الوقت، يعني عادة most of my students في امتحانات Edexcel ما حدش فيهم بيقول لي الوقت كان زانق جدا في الامتحان او انا ما لحقتش، على عكس اللي بسمعه even من الطلبة اللي بتجيب 9 او 8 في كامبريدج، الوقت بيبقى too tight. وقت Edexcel لا، يعني في less stress في الحتة دي بصراحة في امتحانات Edexcel، لان الوقت معانا في براح شوية غير كامبريدج. اوكي طيب، بالنسبة يس is it okay if like we can go like after you explain paper 2 we can go through one lesson of the Edexcel from any topic you want to see if I can understand. عايزة تشوفي انا بشرح ازاي يعني؟ Yeah, just any lesson. Yeah. Yes, it's okay, your... okay. We can do this. وبعدين عندي على الشانل بتاعتي هتلاقي فيه recorded classes كتير، ممكن تتفرجي على أي حاجة منهم، تشوفني وأنا بشرح جزء من درس اللايت، جزء من الفورسز ان موشن. Okay, if we have time today, I will be doing this إن شاء الله. Okay, okay, thank you. You're welcome. طيب، بالنسبة لبيبر 2P هيسألني على إيه؟ هيسألني بس على الجزء الإكستندد؟ لا، هيسألك على كله. اوكي طب بس هي عليها كام درجه؟ عليها بس 70 درجه out of the 180 marks. طيب قبل 2019 كانت paper 2P عليها 60 درجه بس، يعني it's like one third of the whole subject، وكان وقتها ساعه واحده فقط. هم خدوا 10 درجات من paper 1P حطوها على paper 2P، هل سابوا الوقت زي ما هو مزنوق ساعه؟ لا، خلوه ساعه وربع، يعني زودوا لك 10 درجات على البيبر بدل 60 بقت 70، وزودوا لك 15 دقيقه على الوقت. So again we're back to this يعني very important advantage، انه الوقت مبحبح في امتحانات Edexcel جدا. اوكي which is يعني الناحيه الثانيه خالص في امتحانات كامبريدج بصراحه، even for the A star students الوقت دايما في امتحانات كامبريدج بيبقى ضيق. اوكي طيب، ده بالنسبه لبيبر 2P وقتها ساعة وربع وعليها 70 درجة. طيب امتحان 2P شايفين مدته قد ايه؟ ساعة وربع. طب هو ليه الحق يسألني في ايه في المنهج؟ All the content، هيسألني في كل حاجة. طب هل actually بقى بيبقى عنده وقت ان هو يسألني في كل حاجة؟ ما هو انت لسه سألني في كل حاجة ما عدا الجزء الاكستندد في paper 1P، انت هترجع ليه تسألني في نفس الدروس في paper 2P؟ فغالبا بقى لما بنيجي قبل امتحان 2P انت المفروض تراجع المنهج كله اللي انت كنت مذاكره البيبر 1P وهتزود عليه الدروس الاكستندد. طيب بس الامتحان كله ممكن يبقى حوالي 8 اسئله 9 اسئله، لان هو ما عندوش درجات كتير ولا عنده وقت كتير يسالك، فيبقى غالبا بالمنطق كده هو هيركز يسالني في ايه؟ في الحاجات الاكستندد اللي ما سالنيش عنها في بيبر 1P. ف it always goes this way، يعني دايما احنا قبل امتحان 2P اقول للولاد هنركز على كذا. طب احنا انت مراجع المنهج كله، من فضلك بقى take good care of مثلا درس static electricity هتلاقي عليه سؤال، درس transformer هتلاقي عليه سؤال، ده اساسي. ف دايما الدنيا بتمشي كده لان هو ما بيبقاش يعني عنده درجات كتير ولا وقت كتير يسالك في الحاجات اللي سالك فيها قبل كده، فهو هيسالك في الجزء اللي ما سالكش فيه. اوكي ف which makes بقى paper 2P، يعني الحركة دي بدل ما تخلي paper 2P اللي هي المفروض الاكستندد اللي هي المفروض تبقى الصعبة، هي في الحقيقة يعني ما بتبقاش صعبة ولا حاجة، لأن أنت بتبقى داخل expecting هو هيسألك في إيه. الولاد لما بيطلعوا من امتحان 2P ساعات يعني يقولوا لي أنت كنت عارفة الامتحان منين؟ مش عارفاه، بس يعني I know the specifications،
very well. So I'm expecting الدنيا بتبقى عاملة ازاي, وmost probably هو خلاص يعني this is the plan, فهي بتمشي كده. اوكي, فالموضوع ده بيخلي paper 2 سهلة بدل ما تبقى صعبة. لا, هي في الاخر بتقلب سهلة جدا لان انت يعني وقتها صغير, عدد اسئلتها صغيرة, درجاتها قليلة. اوكي, وبيخلي تحقيق بقى ال 9 او ال 8 as a score doable جدا, اسهل بكتير من كامبريدج, لانه الجزء الاكستندد عليه بس تلت الدرجة, ومفيش موضوع الفاكتور. يعني انتوا لو عارفين مثلا بالنسبة لكامبريدج paper 4 عليها كم في المية؟ 50% من الامتحان paper 4 في كامبريدج. paper 4 عليها كم؟ عليها كم يا أولاد من الامتحان paper 4؟ 50%, مظبوط؟ paper 2 عليها كم؟ 30%, بيضرب في factor هو. paper 6 الالترنتيف تو practical عليها 20%. طيب في الإكسل خلي بالنا ان دول كلهم بيسأل في المنهج كله foreign extended. طب في إدكسل لا, paper 1 P عليها 62% من الامتحان, paper 2 P عليها 38% من الامتحان او 39%, ودي 61 يعني. اوكي, فمين فيهم اللي هيبقى اسهل as an exam؟ اكيد اللي هيسألني في اغلب حاجة في الكور هو ده الاسهل. اوكي, ده بالنسبة لموضوع الامتحان. اوكي, do you have a question يا شا؟ تويس التصحيح مش ارخم. Yes, I will talk about this دلوقتي حالا. طيب تعالوا نشوف هو بيسألني في ايه في التو بيبرز. يعني مثلا احنا عندنا هنا في كامبريدج في عندنا بيبر 6 اللي هي الالترناتيف تو براكتيكال. انت بتبقى داخل عارف امتحان بيبر 6 بتاع كامبريدج, حتى لو في ناس بتبقى خايفه منه, بس باي براكتس هو بيبقى اسهل ورقه اصلا بيبر 6. يعني بس نيدز, انا بالنسبه لي بشتغل مع الاولاد اسبوعين بيبر 6 خلاص, بيخرجوا بعد الاسبوعين دول يجيبوا 39 من 40 في بيبر 6. ف اتس فيري ايزي, بس هي محتاجه سبيشال تكنيك يعني ان انت تتعلمه خلاص. فهي فعلا سهله. طب احنا ما عندناش حاجه زي بيبر 6 هنا في ادكسل, ما فيش عندنا بيبر 6 في إدكسل, ما فيش زيها. يعني alternative to practical دي اتلغت من 2011. من هو يعني مش هيسألني في البراكتيكال, لا عندنا experiments وهيسألني بس مش بطريقة كامبريدج, بس موجود ال AO3 objectives. فده يودينا على ال assessment objectives. ال assessment objectives خلينا نشوف الاسسمنت اوبجكتيفز بالنسبه للاو ليفل. احنا عندنا كام اسسمنت اوبجكتيف في اي امتحان او ليفل في اي ماده؟ المفروض عندنا في الساينس 3 اسسمنت اوبجكتيفز. AO1, خليني انا اكتبها هنا, AO1 اسسمنت اوبجكتيف 1 واسسمنت اوبجكتيف 2 واسسمنت اوبجكتيف 3. ده اللي هو زي بيبر 6 اللي هو الاكسبيرمنتس, تمام؟ ده موجود في كامبريدج بنسبة كام في المية؟ paper 6 في كامبريدج عليها 20%. أسئلة الـ AO3 في إدكسل برضو عليها 20%. طب موجودة فين؟ لحظة واحدة, and I will share the screen. أسئلة بقى الـ AO3 دي موجودة فين في إدكسل يا شباب؟ موجودة متوزعة جوه paper 1P و paper 2P, بس متوزعة بطريقة احنا هنلاقيها في الكلاسيفايد. يعني حتى انا في كامبريدج مثلا بعمل وقت مخصص كده بعد ما بنخلص السيلابس علشان نحل بيبر 6. في الإكسل الموضوع ده مش موجود, لانه I classify الاسسمنت objective 3 questions, I classify them في وسط الأسئلة بتاعت الكلاسيفايد بتاعت كل يونت, فاحنا مش بنحتاج نضيع عليها اسبوعين مخصوص قاعدين نتدرب لبيبر 6. اوكي, ف by the end of the syllabus you're ready to take both papers عادي, تمام؟ طيب assessment objective 1 ده ايه؟ ده knowledge and understanding اللي هو بنسميه في الساينس الاسئله المباشره. قول الايكويشن بتاعت كذا, في بيولوجي مثلا قول definition بتاع كذا. يعني هي دي ال AO1 اللي هي بنسميها الحته السهله. طيب assessment objective 2 هو ده اللي بنقول عليه بقى الجزء الصعب في الامتحان, اللي هو application of knowledge and understanding, analysis, evaluation of physics, problem solving, اللي هو يجيب لك
جهاز جديد يقول لك تفتكر انا لو عملت كذا ايه اللي هيحصل and so on. فده عليه كم في المية؟ الجزء السهل عليه 40%، الجزء الصعب او اللي عايز تفكير عليه 40%، الـ AO3 عليه 20%. تمام؟ Is this fair enough؟ مديك حبة أسئلة مباشرة ومديك حبة أسئلة غير مباشرة، ده 40% وده 40%. تمام؟ والتوزيع بتاعتهم في الـ 2 papers، يعني في paper 1P و paper 2P، التوزيع بتاعتهم واحدة، يعني بالنسبة للـ total percentage بتاعت كل paper فيهم، هو يعتبر كل paper متقسمة بطريقة يعني قد بعض، الـ AO1 هنا زي هنا، الـ AO2 هنا زي هنا، والـ AO3 نفس الشيء، بحيث إن في الآخر الـ paper دي كلها عليها 68 أو 69% ودي عليها الباقي. أوكي؟ ده بالنسبة للـ assessment objective. إيه اللي بيضايق الناس؟ يس يا جورج، تفضل. مس، هو الـ AO1 بيكون كام marks per question؟ لا، مفيش كام marks per question، يعني ما اقدرش احددها كده، بس احنا عندنا في degree of difficulty بالنسبة للديزاين نفسه بتاع الامتحان، يعني if this is the question number and this is the degree of difficulty. انا عندي من اول question number one هي دي هتبقى اسهل question، فبدايتها هتكون سهلة، نهاية question one صعبة، فهي دي اللي ممكن تلاقي فيها الـ AO2 objective. اوكي؟ طيب question number two، question number two بدايته سهلة بس أصعب من بداية question one، ونهايته أصعب من question one and so on بقى، يعني الـ design بتاع الامتحان بيمشي كده بتاع الصعوبة لغاية بقى لما توصل مثلا لـ question 12 أو 11 أو كده لو إحنا في paper 1P. So this is how they design the exam difficulty. تمام؟ وانت غالبا هتحس ان الاسئله الصعبه لو انت واحد مذاكر كويس هتحس ان الاسئله اللي محتاجه تفكير منك شويه هي الاسئله بتاعت الاي او 2 which is في الاخر هتبقى ضمن البرسنتج دي for the whole paper. لكن انت وارد جدا تلاقي اول سؤال كله سهل جدا اي او 1 مثلا، ما اقدرش اقسمها لك per question. تمام يا جورج؟ تمام، شكرا مس. العفو، على ايه؟ علشان كده الناس اللي بياخدوا A levels او كده يقول لك انا مثلا ده انا الـ A level math مثلا اخر ثلاث اسئله دول ما لحقتش اوصل لهم، ما عرفتش اعمل فيهم حاجه. ساعات بسمعوا كده من زمايلكم علشان الاكزام ديزاين في موضوع الديفيكولتي ده. اوكي؟ طيب في حاجه ثانيه حابين تسالوا عليها قبل بقى ما اروح لموضوع التصحيح والكلام ده؟ على فكرة عايزة أقول لكم حاجة الأول، إنه الـ AO2 يعني لو رحنا هنا لكامبريدج، خلينا نشوف الـ assessment objectives بتوع كامبريدج، هو ده اللي بيخلي الناس تستغلس إدكسل، which is بصراحة أنا شايفة إنه they do not have a point حقيقية هنا. ليه؟ دي اللي قدامكم ده specification بتاع أو assessment objectives بتاع كامبريدج. إيه الفرق هنا ما بين اللي بنشوفه دلوقتي قدامكم على السكرين ده وما بين اللي إحنا شفناه في كامبريدج؟ إيه الفرق؟ assessment objective 1 كانت في إدكسل كام في المية يا شباب؟ كانت 40% مظبوط؟ والـ AO2 كانت 40% ودي كانت 20% صح؟ ايه اللي بيحسس الناس ان امتحانات ادكسل غريبه؟ ايه هي الحته دي 10% فرق ده؟ ده معناه ايه؟ ممكن حد يقول لي كده هو فهم ايه من الحته دي؟ يعني انا لما اقول لك انه الهاندلنج انفورميشن والبروبلم سولفنج والاناليسز انه ده واخد من حجم الامتحان 10% مور في ادكسل، ده يقول لكم ايه؟ الطالب بتاع ادكسل مفروض يبقى فاهم ولا حافظ؟ ايه رأيكم؟ ما عندكوش رأي خالص؟ لا، انا لا اسمح بهذا. ها يا اولاد، نمتوا ولا ايه؟ say whatever you wish، عادي حتى لو مش مظبوط، يعني مفيش جمرك على الكلام. ايه المشكلة هنا؟
طب أنا مش فاهمة، طب كيف إدكس 40% وكامبريدج 30؟ طب كيف صارت أكثر؟ زكية تعال عاملة إيه؟ بصي حبيبتي، مثلا من زمان موجودة لسه لسه واخدة بالي دلوقتي إنك دخلت. طيب بصوا يا شباب، هو في الآخر الامتحان كله على 100% صح؟ بس الفرق هو بيأسس إيه في الامتحان؟ يعني كامبريدج فيه 50% يعتبر knowledge with understanding، اللي هي بنقول عليها أسئلة سهلة شوية، أسئلة مباشرة أكتر، أوكي؟ 30% اللي هي الأسئلة اللي يعني غير مباشرة، اللي أنت ما شفتهاش قبل كده في الباست بيبرز، أوكي؟ والالترنتيف تو براكتيكال اللي هو الإكسبيرمنتس والكلام ده كله، وإزاي أخليه فير تيست، والفاريبلز اللي غيرتهم، وإيه الكنترول فاريبل، الكنترول الكلام ده كله في أي ساينس، يعني نفس الأسسمنت أوبجيكتيفز دول هم هم فور كيمستري، هم هم فور بيولوجي، أند فور فيزيكس، تمام؟ الفرق انه الـ AO2 objective واخد زيادة شوية في إدكسل. هو ده اللي بيخلي الولاد لما يفتحوا امتحانات إدكسل يقولوا دي غريبة، ايه الكلام ده؟ which is not true، which is not true يا جماعة. الإكزامينر في كامبريدج من أول 2019 بقى بيجيب أسئلة شكلها غريب وتخوف، وتلاقوا السوشيال ميديا بعد كل امتحان paper 4 كامبريدج تلاقوا يعني ميمز على الفيسبوك على تويتر، صح ولا لا؟ تريقة على الامتحان وعلى الاكزامينر اللي حاطط الامتحان من اول 2019. خلاص هي دي الطريقة في كامبريدج، وقالوا في وقت جون 2019 ان هو جايب اسئلة من الاي اس، which يعني انا I believe is not true and it can never be true، لانه ما فيش اكزامينر بيحط امتحان من دماغه خلاص. اي اكزامينر بيحط الامتحان the sticking to standards، لازم يأبايد by them، يعني مش بدماغه، وفي هيئة بتريجوليت موضوع الامتحان. فأنا ما ينفعش يبقى عندي specifications for the IGCSE level وروح أحط أسئلة من الـ AS أو من الـ A2، how come يعني؟ إزاي يعني؟ فده ما فيش واحد بيحلم بالامتحان ويصحى يحطه، الامتحانات أصلاً بتبقى محطوطة قبلها بسنتين، فالكلام ده I believe is not true، خلاص؟ فأمال هو عمل إيه؟ وما للأسئلة جات شكلها غريب ليه في 2019 and onwards بقى؟ لأنه هو بقى بيجيب الأسئلة نفس طريقة إدكسل. أنت لو حافظ، أنت معتمد، أنا لا لو سمحت أنا حلل الامتحانات من أول 2010 لحد 2021، ما تجيش بقى تجيب لي في جون 2021 تجيب لي أسئلة غريبة ما عدتش عليها في الباست بيبرز قبل كده. اللهم أنا حلل 10 سنين ولا 15 سنة ليه؟ أنا حافظهم، لازم أدخل تجيب لي منهم. يعني هل الكلام ده valid for the British system؟ لا، ومش المفروض يبقى الكلام ده حقيقي، ومش المفروض الكلام ده يحصل، كان بيحصل زمان قوي خلاص، بس لا starting 2019 even for Cambridge الكلام ده بقاش بيحصل. انت بتدخل تلاقي أسئلة انت ما شفتهاش قبل كده في classified، ما شفتهاش قبل كده في العشرمية امتحان اللي انت حليتهم، لان هو عايز طالب فاهم مش حافظ. وده بقى هو طريقة إدكسل طول عمره، هي دي العشرة في المية الزيادة. هو بيركز على الـ AO2، أنا حضرتك جيب لك جهاز جديد بس أنا مديك الـ information الكافية في السؤال اللي تخليك تقدر تعرف السؤال ده إيه بالظبط أو الجهاز ده إيه بالظبط. فأنا مثلاً يعني جايب لك شاحن الموبايل الوايرلس، من الكلام ده من 3 سنين وأنت ما كنتش تعرف ممكن وقتها يعني إيه شاحن وايرلس مثلاً بتاع الموبايل، بس انا مديك انفورميشن في السؤال قايل لك ده في كويل في التليفون، ده في كويل في التشارجر، فهو البتاع ده هيشحن ازاي؟ فانت ده في كويل برايمري كويل، في كويل تاني سكندري كويل، this is the transformer. فخلاص الاجابه نفسها بقى بتاعت السؤال انت اوريدي عارفها، سؤال الترانسفورمر ده هم 3-4 درجات، هو اللي انت هتكتبه، هو اللي انت هتكتبه هنا باي ذا واي. فهي اسئله إدكسل مش المشكله في اجابتها، المشكلة ان انت تبقى فاهم مش حافظ. فلما يجي لك سؤال a different application انت you have learned concepts، فانت عارف المفهوم اللي انت درسته ده how to apply it on whatever situation هو هيجيبه لك في الامتحان، لان انت فاهم مش حافظ. فحتى انا في الشرح ممكن مثلا اشرح حاجة، يعني لسه النهاردة مثلا كان عندي session في كامبريدج، انا هشرح مثلا جزء electricity، أنا هقعد نص ساعة أفهمك حتة معينة عشان عايز أوصل لكونسبت معين في دماغك. Once this concept is there خلاص
انا اطمنت كده. هتقدر تفهم اي حاجه بعد كده، مش هتحفظ even the equations، هتقدر تجيبها by derivation من الفهم اللي انت عارفه. اذا انت الحفظ في الامتحان كنت متوتر ولا حاجه والحفظ ما اسعفكش ونسيت الفورمولا، خلاص انت فاهم فتقدر تجيبها. اوكي، فانا بالنسبه لي كايمان انا شايفه ان الاي او 2 questions دي هي ميزه البريتش سيستم الكبيره جدا اللي بتفرقها عن الناشونال سيستم، وهي دي اللي في كامبريدج من اول 2019 بقى يعني بيغير في الافكار وبيجيب حاجات احنا ما شفناهاش والكلام ده كله اوريدي. This is the trend في ادكسل من زمان جدا. اوكي، فانا بالنسبه لي انا مش شايفه ان دي مشكله، بالعكس انا شايفاها it's a good point. والطالب اللي ما بيحبش يحفظ واللي خلاص this is not an issue، أنا أصلاً في الفيزيكس يعني نادراً ما هتلاقيني بقول احفظ الحتة دي، نادراً جداً يعني. أوكي، ده بالنسبة للأسسمنت objectives. ممكن نروح على النوتس والكلاسيفايد نشوف أخبار الامتحان والتصحيح والكلام ده. طبعاً الspecifications بتاعت إدكسل لو حد فيكم يعني حابب يشوف الspecifications أو يفهم هي إزاي مكتوبة، هتلاقوا مثلا يعني unit 2. اوكي، whatever specification criteria is written in a regular font يبقى دي هنتسأل عنها في 1p. طبعا هنا اليونت طالما مش مكتوب بالبولد يبقى ده 1p، كل ده 1p. خلاص، ننزل مثلا هنا لجزء الالكتريك تشارج كله مكتوب بالبولد فونت، طالما ده مكتوب بالبولد فونت يبقى ده هتسأل عنه فين؟ جنبه البي دي، هتسأل عنه في ورقه 2p. فمثلا درس الالكتريك تشارج كله is an extended part of the syllabus اللي هو زي السبلمنت في كامبريدج، فده هيسألني عنه بس في 2p. عشان كده قبل ما نمتحن امتحان 1p الدرس ده مش محتاجين نبص عليه اصلا. اوكي، درس الويفز مثلا هتلاقوا الدرس كله كور جزء الساوند extended. اوكي، درس مثلا الانرجي ريسورسز اند انرجي ترانسفيرز هتلاقوا الحته اللي هي بتاعت الادفانتجز والديسادفانتجز بتاعت الرينيوبل والنون رينيوبل انرجي ريسورسز هتلاقوها برضو extended. فده ما بشوفش الاسئله دي غير في بيبر 2p and so on. اي حاجه ثانيه مكتوبه بريجولار فونت ده بنتسال عنه في 1p. فحتى ايفن ده بيسهل علينا المذاكره كتير جدا. حتى ايفن لما ادكسل السنه دي طلعوا الادفانس انفورميشن وفي حاجات شالوها من المنهج وقالوا ما تذاكروهاش الاولاد اللي داخلين 1p او 1pr و2p او 2pr، الموضوع كان سهل ان احنا يعني نشيل الحاجات اللي احنا مش محتاجينها في السيلابس. تمام، which is a good point of consideration، يعني انه ادكسل فكروا السنه دي ان هم يعملوا حاجه اسمها ادفانس انفورميشن، شالوا منها اجزاء من المنهج. Okay, so I believe they are considerate. And by the way, Edexcel, يعني من بق الexaminers نفسهم زي ما بيقولوا يعني, in one of their trainings years ago, هما بيقولوا we adopt. بحب أكتب الكلمة دي عشان أنا بحبها بصراحة. We adopt عشان أنا سمعيها بنفسي من Edexcel examiner. We adopt. محدش قالها لي. We adopt a positive marking policy. So if the student يعني يستاهل ياخد الدرجة حتى لو هو مش كاتب بأكتر طريقة proper بس it's correct science وهو يستاهل ياخد الدرجة، we tend to give the mark rather than ان احنا we penalize him او نحرمه من الدرجة. فمش شايفة يعني انه في strict policy في التصحيح ولا اي حاجة. يس يا جورج تفضل. طب ممكن تفتح المايك وتتكلم؟ انت كنت رافع ايدك من شويه تقريبا. So what's your experience so far؟ جورج انت معانا؟ يس؟ Can you hear me؟ Yes, now I do. طيب انا بس بقول ان انا كنت في ادكسل سنه واحده. اوكي، ويعني اتس ريلي نايس وبيفهموا الاي 1 والاي 2 والاي 3 يعني ريلي ويل. طيب ممتاز. So I understand that it's been a good experience so far, صح؟ Yes الحمد لله. طيب that's really nice to hear. طيب نور
تفضلي. هو بيبقى فيه equation sheet في الامتحان في Edexcel. Yes. Yes. تصدقي أنا بنسى الموضوع ده، مش باخد بالي منه، بس أنتوا بتعتبروه ميزة حلوة جدا صح؟ بس أنا بنسى أقولها يعني. بس yes، وغالبا فيها كل الequations أصلا. بس يعني أصلا أنا بحس إن أنتوا بتبقوا فاهمين الequations، فأكتشلي مش محتاجين تبصوا عليها. بس it is there. أنا حطاها كمان في أول الclassified أهي. دي الليست اوف فورمولا، حتى ايفن الايكويشن الجديده اللي هم زودوها في الفورسز ان موشن حطوها في الليست اوف فورمولا في الامتحانات الجديده. يس yes. انا في السنه اللي فاتت في year 10 yes. كانوا حطوا ما فيش ايكويشن شيت في الفيزيكس. ازاي انت كانوا مدينك ورقه كامله كبيره جدا اكبر من دي فيها الليست؟ لا هم قالوا انتشنلي ما فيش ايكويشن شيت في الفيزيكس يعني physics final. اوكي بس المفروض ان هم كانوا منزلين مع الادفانسد انفورميشن الفورمولا شيت ذات يو ويل بي جيفن فيها كل الايكويشنز اللي في المنهج. لا ما ادوهاليش، ما ادوهالناش اصلا كل حد. اوكي بس ممكن عشان كان في question على الايكويشن، يعني question or two على الايكويشنز في التست. هو اصلا الطبيعي ان انت بتتسال، يعني هو مثلا ما هو ممكن يسالك What is the relation مثلا between كذا and كذا مثلا؟ لا لا بيقولوا like name the equation. اوكي ماشي، دي أسئلة طبيعية بتيجي في امتحانات Edexcel وانت بتعرف الإيكويشن وبتكتبها. يعني اهو state the equation linking moment force and distance. اوكي I don't know about this بصراحة معلم، مش عارف ليه. هو انت امتحنت الاو ليفل؟ لا الاو ليفل السنة دي، انا السنة اللي فاتت بقول. وده كان امتحان المدرسة؟ ايوه. طيب هو امتحان داخلي من المدرسه، فالمدرسه يعني مش ستيك قوي للريجوليشنز بتاعه البورد، بيبقى حسب مدرس المدرسه وهو عايز ايه. لا لا سوري، هو امتحان اكسترنال فعلا. اوكي طيب يعني انت اخذت جريد من البورد، جالك سيرتيفيكت؟ ايوه من الامتحان ده. ده كان امتحان ايه يعني؟ ما هو لو مش امتحان الاو ليفل امال هو امتحان ايه؟ لا الامتحان بتاع year 10 مش او ليفل، يعني مش فاينل بتاع او ليفل. طيب يعني مش الفاينل بتاع البورد، ده اللي اقصده. اوكي اوكي مش الفاينل بتاع البورد. تمام يعني انت مثلا كنت شاطب حاجات من المنهج according to the advanced information ولا لا؟ مش فاهم السؤال. يعني مثلا بص، اصلا انت لسه تمتحن امتحان البورد السنه دي ماشي، فانت درست المنهج السنه اللي فاتت او حتى الاجزاء اللي انت درستها كامله، لان انت لسه امتحانك هيبقى امتى؟ جون 23 مظبوط؟ ايوه. طيب هم السنة اللي فاتت الناس يعني اللي امتحنوا جون 22 البورد نزل حاجة اسمها advanced information، نزلها for all the sciences يعني الكيمستري والبيولوجي والفيزيكس، نزل بي دي اف كده عبارة عن ورقتين ثلاثة انه دلوقتي الجزء ده متشال. الجزء ده ممكن افتح لك البي دي اف عشان تفهم. ودي كانت حركة بصراحة يعني كلها consideration من البورد، في حين انه مثلا كامبريدج ما عملتش كده للطلبه بتوعها يعني. ودي ادت الولاد اللي كانوا واخدين Edexcel يعني an advantage over Cambridge. تمام فبصراحه برضو يعني دي حاجه ميزتهم، وغير انه المنهج اقل شويه وسهل على الولاد برضو. يعني هوريكم دلوقتي، بصوا انا بفتح اهو، ده البي دي اف يا جورج اللي انا بقول لك عليه، اسمه ايه؟ advanced information. بس ده امتى؟ للولاد اللي هيمتحنوا ماي جون 2022. اوكي قال لهم ايه مثلا الولاد؟ مثلا اللي في مصر، الولاد اللي في قطر، اللي هم بيمتحنوا امتحان 1P 1PR، قال لهم ايه؟ قال لهم انتوا هتبقوا assessed في التوبكس دي. التوبكس دي ملغيه يعني، سيبك من الاساس، والمنهج كله هيبقى اساس. ايوه هم قالوا لنا كده فعلا، بس لغى التوبكس دي خلاص، لغى التوبكس دي. يعني مثلا topic الكوزمولوجي هو already extended، بس لغى stellar evolution مش كله extended، لغى الماجنتيزم which is part of the core. ايوه قالوا لنا كده. 1P yes. طيب 2P مثلا قال لهم الحاجات دي داخله، في حاجات ما جابش سيرتها، قال لهم synoptic questions وحاجات كده ماشي مش مهم، هتسأل في المنهج كله. لغيت لي حاجات؟ لغيت لك حاجات، لغيت لك مثلا درس الالكتريك تشارج مش هسألك فيه، لغيت لك كل ده. دي كانت حركة بصراحة كانت حركة لطيفة. دي مش موجودة في كامبريدج الحركة دي؟
كامبريدج ما حدش عبرهم ولا عملوا ده، بالعكس ده قالوا للولاد بتوع مصر احنا هنلغي لكم بيبر الام سي كيو وهنوزع درجتها على بيبر 4 و 6. يعني بصراحه كانوا متعسفين جدا، يعني في حين ان في بورد بتراعي الطلبه بتوعها، في بورد جت على الطلبه بتوعها بسبب غلطه من عندها. يعني انتوا اللي عاملين الام سي كيو بيبر الثلاثه فاريانتس فيهم لايك 10 اور 15 كومن كويستشنز، سو هاو كم انت بتعاقبني انا؟ دي مشكلتك انت. طب ما تعملوا انتوا مش قادرين يعني تعملوا امتحان الام سي كيو يبقى 40 سؤال مختلف. طيب بالنسبه بقى بما انه جت سيره الفاريانتس، احنا ودي برضو انا بعتبرها نقطه قوه بصراحه عند ادكسل. عارفين انه في كامبريدج في ثلاثه زونز للامتحانات، ففي فاريانت 1 2 اند 3 صح كده، عشان الامتحانات ما تتسربش والكلام ده كله. اوكي، يعني انا افتكر انا وانا داخله امتحان الاي ليفل بيولوجي، مدرس الاي ليفل بيولوجي بتاعنا قبل بيبر الام سي كيو في الاي ليفل ندهنا كده قال لنا بصوا هيجي لكم الجراف الفلاني هتختاروا الاجابه الفلانيه هي دي الصح. دخلت الامتحان لقيت السؤال واخترت الاجابه الصح. طب هو عارف منين؟ كانوا دول جنوب شرق اسيا بيمتحنوا قبلنا وما كانش في موضوع الفاريانتس وقتها. انا كان امتحان الاي ليفل بيولوجي بتاعي جون 2000 فما كانش في حوار الفاريانتس ده، فهم يعني عملوا بقى موضوع الفاريانتس ده عشان التسريبات والحاجات دي. اوكي، طيب ادكسل هل ما فيش فاريانتس؟ في حاجه اسمها ريجنال بيبر اللي هي برضو بتبقى بعض الدول اللي فيها فرق توقيت كبير بيمتحنوا بقى مش البي بيبر، لا بيمتحنوا البي ار بيبر. يعني احنا مثلا في مصر هنمتحن 1 بي و 2 بي، مصر والسعوديه قطر الكويت الامارات عمان مثلا هيمتحنوا 1 بي ار 2 بي ار، ومفيش فروقات عظيمه ما بينهم. يعني مش مثلا هتلاقي الكيرف هنا حاجه والكيرف هنا حاجه تانية، لا مور اور ليس بتبقى الامتحانات يعني degree of difficulty زي بعض جدا. اوكي، طيب ده بقى بيعمل بوينت حلوه جدا. احنا مثلا في كامبريدج انت كل سنه عندك كام بيبر تحلها؟ والموضوع ده فيه رايين، يعني فيه وجهتين نظر. انت في كامبريدج عندكم كام بيبر تحلوها كل سنه؟ اولا عندكم مارتش في امتحان 2 و4 و6، وجون في عندنا ايه؟ في عندنا 2 و4 و6، في بقى في 2 1 و4 1 و6 1 اللي هو فاريانت 1، وفي فاريانت 2، وفي variant 3 صح. وامتحان اكتوبر نوفمبر نفس الحاجه. يعني انت عندك كل سنه في كامباس بيبر تقدر تحلها في كامبريدج؟ عدوا كده 9 و9 و3 يبقى كام؟ 21 بيبر تقدر تحلهم. اوكي، بغض النظر ان انت هتاخد معايا او مع المدرس الفلاني او وات ايفر او انت هتشتغل لوحدك، كمية اللود انت هتقدر تحل كام سنة بعد ما تخلص الكلاسيفايد؟ انت هتقدر قبل الامتحانات تحل كام سنة؟ لو بدأت من 2016 يبقى ده عظيم جدا، 2017 زي الفل، 2018 تحفة، فكل ده كويس جدا. خلاص ادكسل، فاحنا عندنا امتحانات ادكسل كانت يناير بس. اوكي، كان يناير في ايه في يناير؟ 1P و2P. طب وجون؟ 1P و2P 1PR 2PR. من أول جان 2020 بقى، من أول جان 2020 سوري، بقى عندنا كمان 1PR و2PR مع 1P و2P. يعني أنت كل سنة في السنين اللي قبل 2019 وقبلها يعني عندك بس 6 papers كل سنة، ومن أول 2020 عندك 8 papers كل سنة. So accordingly انت اللود النفسي عليك بقى اقل. محدش يقول لي بس يا ميسا اصل امتحانات كتير ده يعني خبره اكتر، ما احنا عندنا امتحانات كتير. انت بتقدر تحل في كامبريدج بتحل من اول 2010؟ مش هتقدر، لانه this is too much. فانت actually بتبقى loaded بفاريانتس كتير جدا بامتحانات كتير جدا. انت غالبا حتى انت لو شغال مع المدرس بتاعك برضه زي الفل وكل حاجه مش هتقدر تخلص كل ده، والاكزامينر اتغير. فما تجيبليش امتحان من 2010 ولا 2005. يا جماعه في ناس بيجيبوا امتحانات لكامبريدج من ايام ما انا نفسي كنت في المدرسه، اوت ديتد خلاص، الطريقه نفسها بتاعت الاسئله ما بتسالش بالطريقه دي. اوكي، طب انا في ادكسل الكلاسيفايد اللي انتوا هتاخدوه اللي هو الكلاسيفايد زي ده من اول امتى الكلاسيفايد ده؟
من اول السبيسيمن بتاعه 2011 سبيسيمن 2011 جون 2011 بقى لغايه فين اخر حاجه هتلاقوها في الكلاسيفايد اخر حاجه كام 2019 فانت معاك 9 سنين تقدر تحلهم في الكلاسيفايد وبعد ما نخلص الكلاسيفايد هتحل 2020 2021 2022 هنرجع باكوردز نحل 2019 2018 للي عنده وقت هيشتغل معايا الكلام ده في الحصه ف you will be very well prepared من غير ما يبقى فيه العبء النفسي الرهيب بتاع ان انت عندك 21 امتحان كل سنه يعني انا شايفه ان ده هو مش حاجه غير ان هو عبء نفسي كبير جدا على الطالب ده انا حليت 3 سنين بس ما هو انت حبيبي انت واخد كام ماده لو انت واخد 8 مواد وقرادي انت اشتغلت كلاسيفايد طول السنة ومش بتلعب وبتذاكر وحليت 3 سنين في الاخر حسب مستواك يعني لو مستواك كويس وخلاص ده رفعك لمستوى المطلوب خلاص الثلاث سنين انت حلل في كل سنة variance كتير فما تعسفش نفسك قوي كده فانا بحس بس ان ده مجرد يبقى عبء نفسي سواء يزيد او يخف على الطالب مش اكتر اوكي because يعني انا بهتم بالنفسية قوي بصراحة لان لو في انسان نفسيته مش كويسة حتى لو عنده امكانيات عالية مش هيعرف يأدي في حين ان النفسيه المتوازنه المظبوطه هتخلينا نعمل كويس جدا ويطلع احسن ما عندنا محتاجين ثقه بالنفس ونفسيه كويسه عشان نعرف نشتغل ف I tried to build الحاجات دي معاكم on يعني one to one basis كده مع بعض واحنا شغالين طول السنه في الكورس ده بالنسبه للامتحانات طيب وبالنسبه للمنهج برضو حد يحب يشوف التصحيح مثلا لو حد حابب يشوف التصحيح مثلا البي دي اف اللي قدامنا ده سؤال بس انا بس عايزه قبل ما ادخل معلش على نقطه المارك سكيم بتاع ادكسل عشان عارفه ان ده بيج كويشن مارك بالنسبه لكم يعني بتسمعوا طبعا انه التصحيح ادكسل غلس وستريكت وعايزين كي ووردز صح مش ده الكلام اللي بيتقال كان حد سمع الكلام ده قبل كده raise your hand ادكسل تصحيحها غلس عايزين keywords معينة بينقصوني رغم اني كاتب الإجابة الصح معقول اتنين بس اللي سمعوا الكلام ده I assume ان انتوا كلكم يعني او اغلبكم عدى عليكم الكلام ده في يوم من الايام طيب خلينا بس نكون متفقين ان انا بتكلم على الاو ليفل عشان انا لو بتكلم على الاي اس او الاي تو يس يا شهد بتقولي ايه سمعت الكلام ده كتير ايوه بتقل يس طيب بصي بقى يا شهد احنا عايزين بس نتفق على حاجه يا جماعه كل اللي انا بقوله النهارده ده على الاو ليفل لان انا لو بتكلم على الاي اس او على الاي 2 ففي كرايتيريا ثانيه في التصحيح فكلامي از valid فور ذا او ليفل علشان بس في ناس بتجي تقول لي طب ما انا في الاي اس كاتب كذا وما اتقبلتش ليه لا معلش الاي اس اللي هيقبله منك في الاو ليفل ممكن جدا ما يقبلوش في الاي اس ولا في الاي 2 لانه ذاتس ا ديفرنت ليفل فالكرايتيريا نفسها بتاعت التصحيح يعني انا لو هقبل منك ان انت تكتب لي الايكويشنز بالسيمبلز بس في الاو ليفل اوكي مش هقبلها منك في الاي اس خلاص فانا كلامي از اباوت ذا او ليفل فقط مش الاي اس والاي 2 ده ليه كلام تاني خلاص لا بس برضو حته ستريكت ومش ستريكت لا لو انا هقارن الاي اس بتاع كامبريدج والاي 2 بتاع كامبريدج مع بتاع ادكسل هقول نفس الكلام برضو على حوار ان هم strict ولا مش strict according to the level of the AS او الA2 لا برضو إدكسل احسن من كامبريدج انا في رأيي الشخص اوكي تعالوا نشوف بقى موضوع التصحيح اولا انتوا في كامبريدج بيبقى الحتة اللي بتريحكوا قوي ان هو يبقى كاتب على جنب ايه any ايه reasonable alternative في البيولوجي مثلا تلاقوا AVP any valid point صح أو other words to the same effect صح؟ بتلاقوا بيريحكوا قوي الكلام ده. في إدكسل الكلام ده في general guidance بيبقى نازل المدرسين ممكن يلاقوه في امتحانات الـ specimen papers اللي البورد بينزلها مع كل تغيير في السيلبس أو أي update مهم بيبقى مكتوب فيه ده إنه any reasonable alternative is always accepted حتى لو مش مكتوب جنب السؤال.
فهو في امتحان إدكسل اللي مش فاهم المارك سكيم هيقول بس انا اجابتي مش مكتوبه خلاص كده بقى انا ما خدتش درجه. لا غلط. ما هو انت المفروض اللي بيصحح لك او بيعلمك ازاي تصلح لنفسك ده مدرس، فالمفروض ان هو عنده الخبره دي. فما فيش حاجه اسمها انا لو اجابتي مش مكتوبه ابقى انا غلط. لا، هو لو reasonable alternative and correct science، عشان بس يعني احط يعني correct science دي يعني نحط عليها two highlights كده مهمين قوي، لازم كلامك يبقى correct science. ساعات انتوا بتبقوا كاتبين كلام انتوا فاكرين ان هو صح، بس هو بيبقى كلام contradicting مع كلام انت قلته قبل كده او it's wrong science، فده مستحيل يبقى accepted اصلا في اي بورد. فهي مش المشكلة في إدكسل ان هو متعسف، هو الكلام غلط. اوكي، فلازم حد يعلمك ده. بلس ان هو مش لازم في كل سؤال يبقى كاتب لي reasonable alternative is accepted، هو مش لازم يبقى كاتب لي ده في المارك سكيم بتاع إدكسل. دي حاجة في دماغ الاكزامينر وهو بيصحح. تمام؟ يس يا نور. هو كان في ناس كتير بتقول ان هو اللي بيصلحوا الورق وبيتبعوا المارك سكيم ستريكتلي علشان بيبقوا مش مدرسين منطق. عشان بيبقوا مش مدرسين ولا بتقولي ايه؟ يعني مش ايه؟ ما بيبقوش مدرسين المادة، ما بيبقوش مدرسين البورد مثلا. اه انا معاكي في النقطة دي، عشان كده انا عايز اكد عليكم يعني سواء اي حد فيكم هياخد معايا او مش هياخد معايا، بليز بليز لو انت قررت ان انت هتاخد إدكسل من فضلك خد مع مدرس بيدرس إدكسل، انا او غيري. الكلام ده نصيحة مني ليكو زي ولادي، محدش ياخد بورد إدكسل في الساينس مع مدرس مش مقتنع بيه، لانه اولا ممكن يعمل يعني حاجة يعني قاتلة بصراحة، ان هو يضم طلاب إدكسل على طلاب كامبريدج، which is حاجة بصراحة غير مقبولة. اوكي، ما ينفعش. تاني حاجة ما ينفعش هو يبقى مقتنع. نعم، كان قصدي على بيصلحوا البيبر، ما بيبقوش مدرسين للمادة، يعني ما بيبقوش يعني experienced في المادة. ما ينفعش يبقى هو examiner. لازم عشان هو يبقى examiner يبقى يعني يبقى عدى بالبروسيس صعبة جدا عشان يتم اختياره. وبعدين هو الexaminer يا جماعة أي مدرس أخد أي training من أي board عارف الكلام ده، ما بيقبلوش اي حد يبقى اكزامينر. وعشان يتم اختياره ان هو يبقى اكزامينر بيدوله عينات من الورق ويشوفوا تصحيحه عامل ازاي، وحتى بعد ما بيشتغل ويبقى اكزامينر معاهم هم مش بيدوله ورقه الطالب كامله يصحح ده اولا. ممكن ياخد questions separate questions او part questions. تمام. ثانيا هو بعد ما بيتصحح بيتراجع عليه بعينات عشوائيه، فلو هو عنده systemic error أو غلطة بيعملها في كل الورق طبيعي هتظهر. فمعيش، لا الكلام ده مش دقيق يا نور. يعني الـ examiners بيتم اختيارهم بطريقة يعني لا طريقة مفصلة جدا 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 جدا، طريقة تضمن إن يبقى كل الـ examiners المفروض بيصلحوا كويس. وانا بشوف الورق اللي متصلح بالبورد. انتوا عارفين إدكسل عندهم يعني في سيرفيس فور فري، ان انت لما نتيجتك تظهر تقدر تطلب من مدرستك او من البورد يعني ان انت عايز السكريبت بتاعك فور فري. يعني حتى لو انت مثلا انا والله جايب A وانا كنت المفروض اجيب A ستار، قبل ما تطلب الريمارك وتدفع فلوس تجيب السكريبت بتاعك وبص عليه الاول وخلي المدرس بتاعك يبص عليه، والمارك سكيم بيبقى افيلبل في وقتها. ف لا الحاجات بتتصحح كويس، بس sometimes بيبقوا المدرسين يعني شايفين ان الحاجه دي تستاهل الدرجه بس هي actually ما تستاهلش الدرجه. اوكي، فعلشان هو بيبقى بيسال على حاجه معينه. and that's why انا كنت من شويه بقول من فضلك لما تاخد اي بورد إدكسل اي ماده إدكسل في الساينس من فضلك خد مع مدرس experienced في إدكسل، عشان هو طول السنه هيشربك الطريقه دي. يعني احنا واحنا بنحل بنبص على المارك سكيم، واحنا بنحل الكلاسيفايد. انتوا لو تاخدوا بالكم كلاسيفايد انا عاملاها ازاي، انا حاطه كل سؤال وراه المارك سكيم بتاعه، مش عشان يبقى سهل ان انت تغش وانت بتحل الواجب. لا، انا عايزاك تفتح المارك سكيم، افتحه من فضلك واقراه، واحنا بنقعد بقى مع بعض في الحصه هنقراه كلمه كلمه. هو ينفع فريكشن، هو ينفع اير ريزيستنس، هو ينفع دراج، يس ينفعوا الثلاثه. وطالما الكلمه مش محطوط تحتها خط
يبقى هي مش ريكوير مش لازم دي. عارفين في كامبريدج بتلاقوها مكتوبه بالبولد مثلا، هنا في ادكسل ممكن تلاقوا مكتوب تحت معمول تحتها خط، اوكي مش هينقصكوا على السيجنيفيكانت فيجرز مثلا الا لو مكتوب ان هو محتاج عدد معين من السيجنيفيكانت فيجرز. تمام، تعالوا مثلا نبص على سؤال زي ده. السؤال ده اللي هو ايه؟ ادي سؤال اهو انا فتحته بطريقه عشوائيه والله، يعني I'm not intending اي سؤال. ده اللي جه قدامي عليه درجات كتير عشان نشوف. مثلا هو بيقول هنا a ball is dropped from a very large height. The graph shows how the velocity of the ball changes until just before it hits the ground. اوكي طيب عايز ايه؟ مديني velocity time graph. Explain why the velocity of the ball changes in this way. اللي هو ايه this way؟ اللي هو في الجراف. فانت لازم هتقول له الفيلوسيتي بتتغير ازاي، يعني is it constant, is it increasing, is it decreasing، يعني اشرح اللي انت شايفه بالنسبه للفيلوسيتي. قول هي بتتغير this way، ده اللي هو ايه يعني what happens to the velocity، مع الشرح. والشرح بتاعك should be including ايه forces، يعني عايز اعرف منك لو في دي كوره بتقع، فعايز اعرف منك لو في downward force، طب هل في upward force اللي هو الدراج ولا ما فيش، طب are they balanced, are they unbalanced, هل في resultant force, is it positive, is it negative، هيبقى في acceleration، هيبقى في deceleration، هيبقى في terminal velocity. كل اللي انا قلته ده عايز اشوفه في السؤال. اوكي السؤال بكام درجه؟ 5. تعالوا نروح بقى للمارك سكيم ونشوف. هل هو ما بيقبلش غير 5 marking points عايزهم بالظبط الا لا؟ اللي هو الكلام اللي بيتقال على ادكسل. قدامكم كام marking point؟ 7. هل السبعة دول عايز الكلام ده بالذات؟ لا، يعني هو قايل لك هنا أول ماركينج بوينت، وبعدين خلي بالكوا برضو هو قايل any five from، ودي بصراحة أنا برضو شايفاها نقطة قوة للي فاهم إدكسل. هو عايز أي 5 طبعاً يبقوا مكتوبين in proper context، يعني ما تقولوش الكلام وتقول له عكسه، يعني ما تجيش تقول له it accelerates وبعدين تروح في الجملة اللي وراها تقول له it decelerates، أنت كده كلام contradicting، ده في أي بورد مش هيديك الدرجة. اوكي لان ده معناه ان انت مش فاهم. لكن في كامبريدج بتلاقوا مثلا الاي مارك البي مارك الام مارك الحاجات دي، تلاقي مثلا هنا عندك البي 1 البي 2، فيبقى في درجه معتمده على درجه، لو انت ما خدتش الدرجه دي مش هتاخد اللي بعدها وهكذا. في ادكسل الحركه دي مش موجوده، يعني المدرس اللي فاهم كامبريدج ممكن انت تبقى شايف ان انت كاتب حته من الاجابه صح، بس انت خدت زيرو ليه؟ انت كاتب الحته الثانيه، الحته الاولانيه دي كانت معتمد عليها الحتة التانية، فلو انت مش كاتبها مش هتاخدها. في ادكسل في غالبية الاسئلة بقى 99% من الاسئلة بيبقى عايز اي حاجة من دول. ياس يا تال. طب مس انا كنت مرات يعني other than physics يعني كنت اشوف انه مثلا بحكي لك نصر بالبيولوجي بكتب لك من مارك سكيم مارك 4 depends on مارك 5 and 6. يس ساعات يس ده ساعات بيبقى موجود على حسب السؤال، يعني لو هي حاجه سيكوينشال ساعات ممكن يبقى عايز منك ان ده علشان الهاو مثلا، وبعدين الاثنين دول عشان الواي، هو بيسال واي ان هاو مثلا او ستيت اند اكسبلين. ففي مثلا درجه اللي هي اول درجه بتاعت الستيتمنت دي لازم تقوليها، وبعدين اي درجه من دول عشان تاخدي مثلا درجتين الاكسبلين، فاهمه؟ فلو انت ما قلتيش ايه اللي حصل الاول مش هتاخدي الدرجه بتاعت ايه اللي حصل، بس لو شرحتي تاخدي الدرجات. ما بيبقوش معتمدين على بعض، يعني في غالبيه الاسئله برضو ما بيبقوش معتمدين على بعض، بس في درجه على الستيت وبقيه الدرجات على الاكسبلانيشن. اوكي تمام تمام. طيب بصوا معايا مثلا هنا هو عايز ايه؟ عايزك تقول في الاول خالص اللي هو الوقت ده، يعني لو احنا هنشرح السؤال ده اول حاجه انا عندي velocity time graph the slope is equal to ايه يا تالا؟ acceleration. yes شطورة. the slope is equal to acceleration. so أنا عندي هنا أول حتة دي constant gradient. so constant acceleration. بعدين الجزء ده decreasing gradient. so decreasing acceleration. الجزء ده the gradient is zero. so the acceleration is zero. دي اللي عندها constant velocity اللي هي terminal velocity. اللي أنا قلته ده هنقوله in terms of forces. الكورة في الأول لما كان عندها constant acceleration كان عشان the only force acting is its weight. فدي أول marking point.
إنه the force of the weight is acting, the force of the of gravity أو the weight of the ball is acting on the ball. صح؟ قابل إن أنت تقول له gravity pulls it down. Gravity اللي هي غالباً يعني gravity دي ما بتتقابلش في حاجات كتير في كامبريدج هنا بيعديها. هتلاقوا في حاجات تحسوا إن أنا كمدرسة مثلاً ببقى مش عايزة أديك الدرجة. بس تلاقيه كاتب هنا condone. كوندون كذا يعني عدي له الدرجة من تحت درسك كده انت مش راضي بس هتديها له. دي في إدكسل لطيفة جدا كلمة كوندون دي بتبقى في حاجة انت انا كمدرسة وانا علمتكم احسن من كده بس انت في الامتحان كتب لي حاجة نص نص كده مش عجباني قوي كوندون اديها لك اديك الدرجة. فبيبقى موضح جدا للإكزامينر ده هو بالعكس مارك سكيم بتاع إدكسل مفصل جدا عشان حتى ما يخليش الاكزامينر يحتار يستاهل الدرجه ولا ما يستاهلهاش. يعني انا كمدرسه ببقى شايفه ان هو بيساعدني جدا. طيب خدنا اول درجه قلت له gravity بتاكت داونوردز its weight is acting downwards so it accelerates. هل اشترط انها constant acceleration في الاول؟ لا ده قابل حتى ان انت تقول له the speed increases مش لازم velocity كمان زي اللي مكتوبه على ال y axis. لا حتى speed increases قابلها ومش لازم تقول له constant acceleration accelerate وخلاص. طب هل لازم acceleration is equal to g؟ لا مش لازم برضو. يعني انت لو كتبتها له هتاخد الدرجة دي. يعني انا لو كتبت له so the acceleration is equal to g هل انقص؟ لا هاخد الدرجة ما انا قلت accelerate انا قلتها. يعني ده مفهوم من الكونتكست بتاع الجملة اللي انا قلتها. قلت له the only force acting on the ball is its weight at the first stage the only force acting on the ball is its weight so the acceleration is equal to g اللي هي 10 meters per second square. خلاص ما انا ما قلتش it accelerates انا قلت the acceleration is equal to g مش مكتوبه قدامنا بس it is accepted تديني الدرجه. طيب the there is drag as it speeds up the resistance هتبدا تظهر and as it speeds up more the resistance increases so the acceleration decreases. ايه اللي هيحصل بقى eventually the drag will balance the weight. كتبت له بقى the air friction the air resistance is equal to the weight او قلت له انه the forces are now او the upward and downward forces are now balanced ده يديني الدرجه. حتى كمان لو قلت له and so the resultant force is zero دي درجه ثانيه منفصله في الاخر بقى and so the ball falls at a constant speed constant velocity حتى لو قلت له it reaches the terminal velocity من غير ما اقول له انها constant velocity برضه هاخد الدرجه اللي هي الماركينج بوينت نمبر 7 او لو قلت له زي ما انا كاتبه على الجراف انه the acceleration is equal to zero برضه خدت الدرجه. هل اللي انا حكيته دلوقتي ده يقول ان المارك سكيم is so strict؟ شايفين كده؟ بجد ها what's your impression يعني ده سؤال واحد بس هو سؤال ايه شايفين دلوقتي بعد اللي انا شرحته ازاي مثلا نجاوب سؤال زي ده is the marking scheme فعلا strict زي ما الناس بتقول؟ لا انا بصراحه انا مش شايفه ده. انا بدرس Excel for more than 15 years I've never seen this. فبالعكس يعني انا ساعات بعلم على حاجات كده واقول يعني شايفين يا اولاد بجد الناس اللي بتقول هو إدكسل ده ستريكت ازاي يعني ما شافوش الجمله دي اللي مكتوبه في المارك سكيم. فيعني في بوينتس بتيجي كده قدامنا بعض الاوقات بنلاقي برضو حاجات كده حتى ايفن السيجنيفيكانت فيجرز ما فيش عليها بنالتي. طبعا الامتحان كله سواء كامبريدج او إدكسل المفروض يمشي 2 او 3 سيجنيفيكانت فيجرز بس انت لو كتبت له اللي على شاشه الكالكوليتر كله مش هينقص unless هو طالب منك يقول لك write the answer to 2 or 3 مثلا significant figures أو to 2 decimal places يبقى هو وقتها هي يعني لا هيبقى في درجة على حكاية significant figures ودي بتبقى سهلة احنا بنعرفها من الدرجات. يعني لو هي calculation عادية فالمفروض يبقى عليها درجتين لو انا لقيت عليها 3 يبقى اخد بالي انه ممكن يكون في درجة على significant figures درجة على conversion. طب هنا السؤال ده في عليه 4 لا 4 ده يبقى فيه it's a two step question. اوكي فكل دي حاجات احنا بنتعلمها مع بعض من
واحنا بنحل الكلاسيفايد I go through the mark scheme يعني word by word. تمام يا شباب؟ يعني شايفين مثلا هنا هو كان هنا بيسأل على الجراف يرسم الجراف ايه؟ bar chart ولا line graph؟ طب ليه يرسمه bar chart؟ مثلا ده سؤال الجراف. اوكي؟ طيب سؤال او ده سؤال الاكسبيرمنت في الاخر هو بيقول ابلوتت ازاي؟ طب ابلوتت ليه؟ بار تشارت ليه؟ شايفين هو قايل however expressed يعني idea انه انا المفروض ارسمه بار تشارت because the data are discrete او they are discontinuous او non-continuous however expressed. هل لازم جنب كل اجابه في المارك سكيم يبقى كاتب لي however expressed او any reasonable alternative؟ مش لازم يبقى كاتبها لي. مش لازم يبقى كاتبها لي. في جايدنس للاكزامينر انه مش يعني في prior جايدنس عندهم انه هو مش لازم يبقى كاتبها لك جنب كل سؤال، بس هو بيحاول على قد ما يقدر في الاسئله انه يحطها. ما حطهاش انت as a teacher you know what is accepted and what is not accepted. ولو انت اكزامينر حتى المفروض ان انت لو محتار في حاجه you call your team leader بتساله، بيبقى في meetings through التصحيح نفسها يتناقشوا ايه اللي يتقبل ايه اللي ما يتقبلش. فالموضوع ما بيبقاش انه لا انا هنقصك، لا مش هنقصك يعني، ما بيمشيش كده. اوكي؟ حتى ايفن سؤال زي ده هو قابل حتى ان انت تقول له انها continuous فنعمله scatter diagram، او حتى لو انت يعني اضعف الايمان قلت له line graph هتاخد الدرجه. في اكتر من كده يعني، ده انت bar graph قابلها line graph قابلها، وفي حاجه ثالثه؟ مفيش حاجه ثالثه. يعني لو انا جبت لك اي داتا وقلت لك اعمل لها بلوتنج، ما هو هترسم حاجه من اثنين، يا اما هترسمه لاين جراف يا اما هترسمه بار تشارت. وهو حتى في الشرح سؤال زي ده انت لو مش فاهم حاجه وكتبت انه بار تشارت عشان ديسكونتينوس، او كتبت له لاين جراف بيكوز اتس كونتينوس، انت خدت درجتين، انت اصلا مش فاهم السؤال كان بيتكلم عن ايه. هل في حاجه underlined؟ لو في حاجه underlined يبقى هي دي الكي وورد اللي لازم هكتبها عشان اخد الدرجه دي. وده نفس الحال بيبقى في اسئله كامبريدج، نفس الحال بيبقى في اسئله ادكسل. طبعا وانتم ماشيين في امتحانات ادكسل هتلاقوا حاجات ام سي كيو، وغالبا يعني دي بتبقى اسئله سهله، اللي هي بتبقى مثلا اول سؤال تفتحوا كده بسم الله الرحمن الرحيم بيبر 1 بي، تلاقوا اول سؤال ايه ام سي كيو مثلا. وساعات بيبقى كمان في الامتحانات الموست ريسنت بيبقى استروفيزكس. بصوا سؤال زي ده مثلا، هو عايزك تدي كومنت على الجراف اللي هو ده، بيقول لك the student concludes that the band the elastic band or rubber band is an elastic material and it obeys Hooke's law. فانت شايف انه it obeys Hooke's law ولا لا؟ و support your argument with data من الجراف او من التابل. فلازم نعمل quotation للداتا. طب تعالوا نشوف تصحيح حاجه زي دي. سؤال اهو بثلاث درجات، مدينا كام ماركينج بوينت يا شباب؟ مديك 6 ماركينج بوينتس على سؤال بثلاثه. هل عايز اول واحده وبعدين ثالث واحده؟ لا لا لا، اني 3 اني 3 اني 3 من السته. تمام يا شباب؟ ف اتس ايزي تو سكور اي ثلاثه من دول يعني، ومش محدد بترتيب معين ولا باشتراط معين ولا اي حاجه خالص. مثلا يعني ده كلاسيفايد بتاع يونت 1 1P و2P. ممكن مثلا نشوف كلاسيفايد بتاع يونت مثلا 7 اي حاجه يعني. يعني مثلا هنا اهو دي هي اللي عاملها بالبولد اللي هي ديفينيشن الهاف لايف، عشان انا في الهاف لايف لازم اقول ان نص الكميه حصل له ديكاي. It is the time taken for half of the quantity او half of the radioactive nuclei to decay. طب هو حاطط half بالبولد، هل ملهاش يعني اي بديل تاني؟ هو قايل time taken او how long it takes، يعني حتى مش لازم اقول time taken، بس عشان هي half life فلازم اقول نص الكميه، ده طبيعي. تمام؟ for half of the radioactive nuclei to decay or for the radioactivity to half. It's the time taken for the radioactivity or for the activity to half. ف
فهي كلمة half هنا هي اللي تعتبر keyword لأنه هو بيسألني على half life. فلازم عشان أشرح half life أقول له ده الوقت اللي بياخده على اللي بيعدي على بال نص الكمية يكون حصل لها decay. فنص دي essential سواء في كامبريدج أو في إدكسل it's essential. مش عشان هو وحش وبيدور على keywords. This is not true. مين لسه شايف انه إدكسل as a board يعني strict wise keywords برضو؟ حاول دور معاكم بطريقة عشوائية يعني على على اي حاجة. مثلا هنا مديني اكتر من واحدة وهو عايز اتنين، هل لازم اكتب له انه the waste is radioactive؟ لا، ممكن اقول له the waste still emits radiation، تاخد بيها الدرجة. مش لازم اكتب كلمة radioactive، بس اي حاجة تدي نفس المعنى ده ان الwaste وحش عشان لسه بيطلع اشعاعات خلاص. يبقى أنا كده خدت الدرجة الأولانية marking point one. عندي اتنين تانيين I just need one of them. تمام يا شباب؟ طبعا جزء بما إن إحنا فتحنا هنا يعني الراديو أكتيفيتي، جزء النيوكليير رياكتور مش موجود في كامبريدج، موجود في إدكسل وموجود كمان في أكسفورد إي كيو إي برضه. جزء الفيجن رياكشن والنيوكليير رياكتور هو جزء سهل جدا وصاده ما فيش في إدكسل الجولد فويل إكسبرمنت. الجولد فويل إكسبرمنت اللي هي جايجر مارستن اللي هي it shows اللي هي بتبروف راذرفورد موديل أوف ذا أتوم اللي أخذ يونت 5 في كامبريدج عارفها. الجولد فويل إكسبرمنت دي موجودة في منهج كامبريدج، مش موجودة في منهج إدكسل. تمام. وصاد كده فيه في إدكسل حتة زيادة اللي هي النيوكليير رياكتور والفيجن رياكشن. بس يعني أنا كده تقريبا خلصت كل اللي كنت عايزة أقوله. I'm open to your questions if you have any. طبعا for whoever joins the course هتاخدوا ال PDF بتاع النوتس بتاعتي. مثلا this is the study notes for unit 7 okay. well classified هتلاقوا فيه PDF كتير بقى 100 صفحة 150 صفحة for 1P وclassified تاني for 2P. كل اسمه ايه ده كل يونت عنده 3 بي دي اف نوتس كلاسيفايد 1 بي كلاسيفايد 2 بي. سو ام اوبن فور يور كويستشنز اف يو هاف اني. هاي يا شباب بالنسبه لمواعيدنا في الكورس بتاعنا ان شاء الله المواعيد بتاعتنا هتبقى يوم السبت من الساعه 10 الصبح بتوقيت مصر لحد الساعه 12 الظهر بتوقيت مصر، ويوم الاربع من 7:30 ل 9:30 بتوقيت مصر. تمام. any questions؟ بس مرة ثانية متى؟ المواعيد بتاعتنا هتكون يوم السبت. ممكن أكتبهم هنا على السكرين. العفو شاهد على إيه؟ طيب الحمد لله أنا مبسوطة إنك استفدتي، ربنا يوفقك إن شاء الله. Saturday 10 a.m. Cairo time okay. Wednesday 7:30 p.m. Cairo time. تمام. الناس اللي جابوا لينك الحصة عن طريق IG Stars please contact the center علشان تدخلوا الجروب بتاع الكورس if you need to register. yes يا نور. هو أنا يوم الأربعاء الساعة 7:30 هتبقى 9:30 عندي. أنت في الإمارات؟ هيبقى الوقت متأخر يعني. هل في ميعاد هل في ريكوردينج أو ميعاد مختلف؟ يعني خلينا نتفق على ده مع بعض. ممكن نبدرها مثلا نص ساعة بس. يعني بصي أنا غالبا جروبات إدكسل بتاعتي بتبقى كلها أولاد من الإمارات و they survive يعني يا نور ما تقلقيش.
إن شاء الله I do my best إن الحصة تبقى interesting as much as possible. بنشرح بنشوف simulations يعني بنتكلم مع بعض. أنتوا ما بتقعدوش ساكتين كده, السكوت ده أنا ما بحبوش. إحنا في الأول كمان ممكن نفتح الفيديو لغاية لما أتعود عليك وأشوف بقى مين بيسرح, مين بينام, مين ماسك حاجة في إيده, مين بيجيب طبق الأكل وهو قاعد في الحصة. يعني الكلام ده إيه, نفتح الكاميرا في الأول كده لغاية لما أشوف كل واحد فيكو يعني الليرنينج ستايل بتاعه إيه, بيفصل مني إمتى, تمام؟ وكل واحد هيتنده عليه بالاسم, فيعني اللي خايف ينام هيبقى مصحصح إن شاء الله غصب عنه. أوكي طيب, أي أسئلة تانية يا شباب؟ الناس اللي جابت اللينك الحصة عن طريق اللينكس اللي أنا كنت ببعتها يلاقوا رقم تليفوني في الآخر. الناس اللي جابوا لينك الحصة من IG Stars يقدروا يتواصلوا مع ميس حبيبة على رقمها 8-5-6-5-3-4-2-0. أوكي, فبليز اللي عارف عن الحصة عن طريق IG Stars يرجع لهم ويتواصل معاهم to be added to the group. تمام يا شباب, أنا هقفل بس.